الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، وفقهنا في أمور ديننا وفيما أقمتنا فيه من أمور حياتنا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في أكثر مدة الحيض 15 يوم، أقل الحيض للمرأة يوم وليلة بشرط الاتصال، أي اتصال نزول الدم في خلال 24 ساعة حتى نكون نحكم بناء أقل حيض. فإن لم يتصل وكان بعد نزول الدم قطرة أو قطرتين، ثم انقضى يوم كامل بلا دم ثم نزل مرة أخرى، فانسحب حكم الحيض على فترة النقاء، ولا يكون هذا الحيض أقل حيض، بل يزيد عن اليوم والليلة، فيكون يومان أو ثلاثة على حسب، أو أربعة إلى أقصى مدة حيض وهي 15 يوم. فيشترط الاتصال في أقل الحيض، ولا يشترط الاتصال فيما زاد عن اليوم والليلة، باعتبار أنه ينسحب حكم الحيض على فترة النقاء ما لم يزيد مدة نزول الدم عن 15 يوما، وهي أقصى مدة حيض. إذا زاد الدم ونزل على المرأة أكثر من 15 يوما يسمى استحاضة. فإذا كان الدم مستمر النزول أو متقطع وزاد عن 15 يوما، فبعد 15 يوما نحكم بأن هذا حيض، فتغتسل ثم تصلي بعد ذلك. وزيادة الدم عن 15 يوما يتولد منها 7 أنواع من النساء، 7 صور. امرأة مبتدأة، والمبتدأة هي التي لم يسبق لها حيض قبل ذلك، أول حيضها بدأها بأكثر من 15 يوم تسمى مبتدأ. وهذه المبتدأة نوعان، إما أن تكون مميزة أو تكون غير مميزة. والتمييز هي أن ترى الدم بصفة قوية فترة وبصفة ضعيفة فترة أخرى، بشرط أن تكون الفترة القوية يوم وليلة فأكثر، وأقل من 15 يوم، حتى نحكم أن القوي حيض والضعيف استحاضة، وأن يكون الضعيف 15 يوما أقل الطهر أو أزيد، ويشترط الاتصال في الضعيف حتى نقول أن وقت الضعيف استحاضة فتصلي فيه. فالمميزة هي التي ترى الدم على صفات مختلفة، بعضها بصفة قوية وبعضها بصفة ضعيفة، في مدة أكثر من 15 يوما، بحيث أن يكون القوي يزيد عن يوم وليلة أو أقله يوم وليلة، حتى نستطيع أن نقول أنه حيض. لأن لو كان القوي أقل من يوم وليلة أو أزيد من 15 يوما، فلا يجوز أننا أعتبر القوي حيض، لأنه إن كان أقل من يوم وليلة فلا أستطيع أن يكون هناك حيض أقل من يوم وليلة، وإن زاد القوي عن 15 يوما فأقصى الحيض 15 يوما. ففي هذه الحالة تفقد التمييز، تكون مميزة إن كان القوي 15 يوما فأقل،
أو يوم وليلة فأكثر، بين يوم وليلة و15 يوم، هذه تسمى مميزة. فإن كانت مميزة القوي حيض والضعيف استحاضة وانتهى سهل. فالمبتدأ نوعان، مبتدأ غير مميزة وهي التي ترى الدم على صورة واحدة وصفة واحدة طول الشهر، هذه المبتدأ. غير المميزة هنخلي طول الشهر هي بتشوف الدم على صفة واحدة مبتدأ ليست لها عادة سابقة. نقوم نخلي يوم وليلة حيض والباقي استحاضة، لأن يوم وليلة أكيد حيض بيقين والباقي استحاضة. دي الغير مميزة المبتدأ، حلها كده مبتدأ، يعني لم يسبق لها نزول الدم ولو مرة واحدة حتى يثبت لها عادة وينزل على صورة واحدة أو على صور مختلفة، ولكن القوية أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوم، يبقى دي اسمها مبتدأ غير مميزة. فالمبتدأ غير المميزة هنحكم فيها إن حيضها يوم وليلة من بدء نزول الدم والباقي استحاضة. يبقى هنقول لها كده أول نزول الدم يوم وليلة حيض و29 يوم استحاضة تصلي فيهم، وبعدين اليوم الثلاثين اللي بعد كده اليوم 31 حيض جديد، وبعدين 29 استحاضة، وهكذا لحد ما تتعالج بقى وتحل مشكلتها. إن كانت مميزة يعني ترى الدم على صفتين، صفة قوية بحيث يكون القوي يوم وليلة فأكثر إلى 15 يوما، والضعيف أقل 15 يوما، علشان نقول إن دي أقل طهر، يبقى دي شروط التمييز. يوم نقول لها القوية حيض والضعيف استحاض، سهلة. يبقى خلصنا المبتدأ بنوعيها، مميزة وغير مميزة. نيجي للمعتادة، والمعتادة هي التي سبقت أن رأت الحيض مرة أو مرتين أو ثلاث في حياتها فعرفت أن لها عادة، ثم بعد ذلك طرأ عليها المرض فزاد الدم واستمر عليه. تنقسم أيضا المعتادة إلى مميزة وغير مميزة. المميزة سهلة، نفس القصة، فترة القوي بشروط التمييز حيض وفترة الضعيف استحاض. غير المميزة ترد لعادتها، غير المميزة نردها لعادتها طالما معتادة. انت عادتك كانت ايه؟ تقول انا عادتي كانت 6 ايام، خلاص يبقى خدي 6 ايام من اول نزول الدم دي حيض والباقي استحاض. عادتها كانت 5 ايام، خلاص 5 ايام، وهكذا. يبقى حلينا المعتادة بصورتيها والمميزة بصورتيها والمبتدئة بصورتيها. نيجي بعد كده امرأة نسميها متحيرة أو متحيرة أو محيرة أو محيرة، لأنها محيرة لأنها حيرت الفقيه، الفقيه احتار معاه وهي نفسها محيرة لأن هي احتارت مع نفسها تعمل إيه. وهي 3 أنواع، معتادة كانت لها عادة لكن الدم بقى مستمر معاها ونسي عادتها قدرا ووقتا، قدرا يعني كم يوم ووقتا يعني بتبتدي امتى، فهمت؟ يبقى متحيرة ناسية عادتها، ناسية متحيرة معتادة. بس المعتادة دي بقى، ما هو كل المتحيرات معتادات على فكرة، لان لو ما كانتش معتادة هنبتديها ان تبقى مبتدأ تخش في المبتدأ. المتحيرة بقى احنا عارفين المتحيرة المعتادة عارفة عادتها، فهمت ازاي؟ فبنقول لها ردي نفسك لعادتك ان كانت غير مميزة، وان كانت مميزة القوي حيض والضعيف استحاض. حلينا مشكلة المعتادة دي، لكن دي بقى معتادة بس ناسية، ناسية عادتها ابتداء بتبتدي امتى، ناسية، وبتقعد كم يوم ناسية برضه، يعني ناسية عادتها قدرا ووقتا، قدرا يعني كم يوم ووقتا يعني ابتداءها امتى، ومستمر الدم عليها على طول. هنروح واخدين الست دي نديها بعض احكام الحيض وبعض احكام الاستحاضه.
فهي كالحائض في حكم التمتع، فلا يصح أن يتقربها زوجها ويتمتع بها إلا ما فوق السرة وما تحت الركبة. وكذلك كالحائض في قراءة القرآن فلا تقرأ القرآن، وكذلك في المكث في المسجد. فنقول لها أنت كالحائض في ثلاث أحكام: التمتع والمكث في المسجد وقراءة القرآن، وكالمستحاضة في بقية الأحكام هتتوضأ لكل صلاة وتصلي كويس، وهتغتسل لكل فرض، لكل فرض بعد دخول الوقت. دي المعتادة اللي ناسية عادتها قدرا ووقتا، معتادة ناسية عادتها قدرا ووقتا. فهمت ازاي؟ معتادة غير مميزة ناسية عادتها قدرا ووقتا. امرأة نادرة دلوقتي، انا بدي لك الصور دي عشان تعرف ذكاء الفقهاء في تقسيم النساء في فترة ما كانش فيه علاج للنساء، فكانوا ازاي بيجدوا الاحكام دي. انما الحمد لله الوقت الفقيه قد لا يجد مثل هذه الانواع والاصناف، لان المرأة مجرد انها بتتلخبط عادتها بتروح للدكتور يكتب لها حقن، يكتب لها قرص، بتتقطع، ما اتقطعتش يشيل لها الرحم ويريحها منه، مش ده اللي بيحصل؟ فانت مش هتلاقي النوعية دي دلوقتي في زمان، لكن انا بدي لك مثال علشان تمرن نفسك عقليتك الفقهية ازاي تجد حل، لان الفقهاء على مر العصور لا كان في جراحة ولا كان في علاج، وبالرغم من كده كان يجد حلول لمثل هذه الاشياء، لان بيرتبط بها احكام. افرض جوزها طلقها، هنحكم انقضت عدتها امتى؟ تتزوج غيره امتى؟ وبعدين جاء عليها رمضان، تصوم ولا ما تصومش؟ تصلي ولا ما تصليش؟ تحج ولا ما تحجش؟ تطوف طواف الافاضه ولا ما تطوفش؟ مشاكل كبيره. فالفقيه بتقابله المشاكل دي عايز يحلها. فكانوا بيجدوا الحلول بهذه الصوره. فقال لك ان المعتاده اللي ناسي عادتها وقتا يعني ابتداء، وقدرا يعني عدد ايام، يعني نسي الاثنين قدرا ووقتا، فهي كالحائض في المكث في المسجد. نقول لها ما تمكثيش في المسجد ولا تقرأ القرآن ولا يتمتع زوجها، يعني لا يجامعها زوجها احتياطا. طيب والباقي، وهي كالمستحاضة في باقي الأحكام، يعني تصلي وتصوم، تصلي وتصوم، بس بشرط تغتسل لكل صلاة بعد دخول الوقت، ما عمل جميع الاحتياطات اللي احنا قلناها في المستحاضة، انها الاول تغسل فرجها وتتحفظ وتزيل اثر النجاسة، كل الحاجات دي تعمل، وبعدين تغتسل وتطلع تصلي، ولكل صلاة غسل وتصلي بيه فرض واحد وما شاءت من النوافل. هتبوش هتبوش، ما يجراش حاجة، لكنها مش هتبقى موجودة كل مرة، لان احنا بنحتاط. ما هي اصلها جابت لنفسها الاشكال، ناسي عادتها قدرا ووقتا. يقول لك كانت بتجيلك اول الشهر، تقول له والله ناسي يا عم الشيخ. طب كانت بتقعد معاكي كم يوم، تقول له مش فاكره. لا عارف يردها لعادتها، ولا عارف يتاكد ان في جزء من الشهر ده اكيد حيض والباقي مش حيض، مش عارف. فقال لها خلاص بقى انت حائض ومستحاضه في نفس الوقت طول الشهر، حائض في احكام ومستحاضه في احكام. فهمت بقى؟ نيجي للنوع الثاني، ذاكره لعادتها قدرا فقط لكن مش وقتا. تسالها كانت بتجيلك بالليل ولا بالنهار، اول الشهر ولا اخر الشهر، طب مع القمر كده ما يبقى بدر ولا ما يبقى هلال، كانت بتجيلك العاده مش عارفه، لكنها فاكراها وقتا، يعني ناسيها قدرا. واخد بالك ازاي؟ ذاكره لعادتها قدرا، عارفه انها بتقعد 3 ايام، لكن بتيجي في امتى في الشهر، امتى بالظبط ما تعرفش. تقول هي كانت بتقعد عليا 3 ايام، طيب وبعدين؟ طب بتيجي امتى، اول الشهر اخر الشهر في نص الشهر، ما تعرفش. واخد بالك؟ فلو قالت ان انا اكيد كنت اول كل شهر عربي مع الهلال ببقى طاهر، اكيد عمري مع الهلال كده الا ولازم اصوم رمضان من اول يوم طول عمري، لكن بعد كده ما اعرفش، تاني يوم ممكن تجيلي، تالت يوم ممكن تجيلي، رابع، وبعدين لما بتجيلي بتقعد 5 ايام، لكن انا فاكره ان اول ما يجي الهلال اقعد يوم او اتنين طهر. نقول لها خلاص اول يومين دول انت طهره بيقين،
اول يومين في الشهر انت طاهره بيقين، وبعدين خدي بعد كده مده عدتك قدرها، كانت بتقعد 3 ايام 4 ايام 5 ايام، خلاص خديهم، يبقى ده حد بيقين. يبقى اول يومين طاهره بيقين والباقيين دول حد بيقين، واخد بالك ازاي؟ والباقي استحاضه. يبقى في جزء طهره بيقين وفي جزء حد بيقين والباقي استحاضه، سهله. طيب الثانيه بقى، فاكره عادتها ابتداء بس بتبتدي، لكن قدر النسيان تقعد كام يوم ما تعرفش، لكن هي عارفه ان هي عادتها بتيجي مع غروب الشمس غالبا، عمرها ما جت لها عادتها في النهار وامتنعت من صلاه العصر، ده تملي لما تجيلها بتجيلها وما تعرفش تصلي المغرب، هي عارفه كده كويس، تجيلها مع غروب الشمس، يبقى دي عارفه عادتها ابتداء لكن مش عارفه عادتها قدرا، واخد بالك؟ يبقى هنقول لها يوم وليله حد بيقين، يوم وليله حد بيقين مع بدايه غروب شمس اول الشهر اللي انت عارفاه بدايه ده حد بيقين يوم وليله. والنص اللي بعد ال 15 يوم اللي بعد اقصى مده حيض 15 يوم، واقصى واقل مده طهر 15 يوم، هنقسم الشهر بقى نصين، نص طهر بيقين النص الاخير مش كده؟ نص طهر بيقين لان احتمال حيضها بقى 15 يوم مش كده برضو؟ يبقى عندها اول يوم وليله اللي هي مع بدايه حيضها ده حائض بيقين، بقيه ال 15 يوم احتمال تبقى حائض واحتمال تبقى طهر، وال 15 يوم الاخرانيين طاهر بيقين. فالحائض بيقين لها حكم الحائض، والطهر بيقين لها حكم الطاهر، والتانيين لها حكم المستحاضه. سهله دي. الحيض بيقين لها حكم الحيض، والطهر بيقين لها حكم الطاهر، فمش هتغتسل لكل صلاه، فهمت ازاي؟ والتانيين اللي هي الاحتمال انه بينقطع هنقول لها اغتسلي بعد غروب شمس كل يوم بس، وصلي الخمس فرائض في غسل واحد وتودي لكل صلاه، لان هي عارفه ان هي مع غروب الشمس، هي بتجي لها مع غروب الشمس تنقضي مع غروب الشمس بس كام يوم ما تعرفش، فهمت؟ يبقى هيبقى في فتره هنحسبها انها حائض بيقين، وفتره طاهر بيقين، وفتره مستحاضه كالايه؟ كالمتحيره اللي هي ناسيه عادتها قدرا وقتا، فهمت؟ اللي هي هتغتسل لكل وقت ما لم تكن تعرف انها كانت بتجيلها مع غروب الشمس او تنقطع مع غروب الشمس، ساعتها هتغتسل يوم مره واحده. ده لو كانت بتنقطع مع غروب الشمس، هي بتجيلها مع غروب الشمس اكيد. طيب هل كمان بتنقطع مع غروب الشمس ولا لا؟ لو قالت اه يبقى ريحتنا، يبقى الفتره اللي هي لا تهر بيقين ولا حد بيقين حولها مع غروب كل شمس اغتسلي غسل واحد يكفيكي 5 فرائض وتتوضئي لكل صلاه. فهمت ازاي؟ دي بقت سهله. اللي قالت انا ما اعرفش بتنقطع امتى؟ نقول لها خلاص في الفتره اللي انت فيها لا حائض بيقين ولا طاهر بيقين هتغتسلي لكل صلاه زي النوع الاول. فهمت ازاي؟ زي المتحيره اللي الناس عادتها قدرا واكثر. فهمت حلها؟ يبقى دي السبعه اصناف. النهارده هنقرا الشيخ بقى بيقول ايه؟ انا لخصتهم لك كده قبل ما نقرا كلام الشيخ. يبقى السبع اصناف في المستحاضه مبتدأ نوعين، مميزه وغير مميزه، ومعتدى نوعين، مميزه وغير مميزه مع العلم بشروط التمييز، وبعدين المتحيره. المتحيره 3 انواع، متحيره نسي عادتها قدرا ووقتا، متحيره نسي عادتها قدرا فقط، ومتحيره نسي عادتها وقتا فقط. سهله واحد؟ سهله؟ بس. في الغالب كل شهر. مالناش دعوة. مالناش دعوة، ده بيتفاوت من ست لست. أولاً هي مش حنفية مفتوحة وإلا كانوا ماتوا كلهم من زمان. واخد بالك؟ لكن هي مش حنفية.
ما احنا قلنا ان ينزل عليها علشان نحكم انه ده اقل الحيض يوم وليله، وان ده اقل حيض واغتسلي، لازم يبقى نازل دم متصل في اليوم والليله، يعني نزل الظهر وبعدين نزل العصر نقطه، وبعدين نزل المغرب نقطه، وبعدين قبل ما تنام بالليل الساعه 12 لقيت برضه نقطه نازله، صحيت الفجر لقيت نقطه نازله، جت على الظهر زي الظهر اللي فات الاول لقيت برضه نقطه نازله، بعد كده ما لقيتش حاجه، لقيت القصه البيضاء، يبقى نقول لها ده خلاص ده اقل الحيض بتاعك يوم وليله لانه اتصل. ما اتصلش بقى امتى؟ يعني نزل عليها نقطة الظهر واستنت لحد تاني يوم الظهر ما نزلش حاجة، وبعدين بس طلعت مع العصر نزل تاني. لا مش استحاضة، يبقى كل المدة دي حايض بس مش أقل يوم وليلة، ده هيبقى هيزيد عن يوم وليلة. هيزيد عن يوم وليلة بقى. مالناش دعوة بقى لحد ما ترى القصة البيضاء، رأيتها بعد 3 أيام ما يجراش حاجة، يومين ما يجراش حاجة، إحنا قاعدين مستنيين. قاعدين على باب ربنا مستنيين، فما نعرفش لحد ما تمر 15 فتشوف كده خلص 15 يوم ولسه بتشوف، نقول لها اغتسلي خلاص الباقي استحاضه. وبعدين الشهر اللي بعده قعدت 15 يوم وما انقطعش الدم، الشهر اللي بعده نعمل فيه ايه؟ نقول لها طب انت دلوقتي بتشوفي الدم على صفه واحده ولا بتشوفيه على صفات مختلفه؟ يعني مميزه ولا غير مميزه؟ والصفة القوية دي هل بتقعد يوم وليلة او اقل من 15 يوم ولا، والضعيف بيقعد اقل من يعني 15 يوم فاكثر ولا لا؟ لان لازم الضعيف يكون اقل الطهر فما زاد، والقوي اقل الحيض فما زاد الى اقصى الحيض، عشان اقول انها مميزة فاردها لتمييزها. ولا بتشوفيه على صفة واحدة؟ طب بتقول لك بشوفه على صفة واحدة. طب انت معتادة سبقك الحيض ولا ما سبقك ليش؟ تقول معتادة. فاكرة عدتك وقتا وقدرا؟ تقول لك اه فاكرها وقتا وقدرا. خلاص ردها لعادتك، ردها لعادتك يتحل. التانية بقى تقول لك لا انا لا فاكرها لا قدرا ولا وقتا، خلاص دي ليها احكام حيض في احكام واستحاضة في احكام وهتغتسل لكل صلاة. فهمت ازاي؟ التانية تقول لك لا انا فاكرها قدرا بس، ذاكرها قدرا بس انها بتقعد 3 ايام لكن ابتدائها مش عارف. فهمت ازاي؟ يبقى احكامها زي ما قلنا. التانيه تقول لك لا انا فاكرها ابتداء بس ولكن مش فاكرها قدرا، يبقى في الحاله دي هتبقى ليها فتره يوم وليله حائض بيقين، وال 15 يوم الاخرانيين طاهر بيقين، واللي بينهم زي النوع الاولاني تغتسل لكل صلاه. فهمت؟ سهله. طب المشكله بقى في صيام رمضان، تروح صايمه طول الشهر اللي هي اللي ناسي عادتها قدرا ووقتا، هتصوم رمضان ازاي دي؟ هنقول لها صوم الشهر كله، ولما هتصوم الشهر كله هيتحقق بصيام الشهر كله 28 يوم بيقين ويتبقى لك يومين بيقين 28 يوم، على اساس ان يوم وليله و15 يوم ويوم وليله و15 يوم، فلازم هيرق لها 14 يوم كده و14 يوم كده، متلخبطين متولفين يعني. طيب يتبقى يومين، تجيبهم ازاي اليومين دول؟ نيجي الشهر اللي بعده تاخد تعد 18 يوم، تصوم اول 3 ايام ال 18 يوم وتصوم اخر 3 ايام ال 18 يوم، عشان 3 ايام و15 طهر، واخد بالك؟ ولو خدت من 18 في الاخرانيين هيبقى برضه 15 طهر الاول، ويبقى لما تصوم الثلاث ايام الاولانيه من ال 18 يوم اكيد صابت منهم يوم واحد طاهر. ولما تصوم الثلاث ايام الاخرانيه من ال 18 يوم اكيد صابت يوم واحد طاهر بيقين. وساعتها تبقى جابت بالطريقه دي بالست ايام يومين. ثلاثه من اول 18 وثلاثه من اخر 18. فهمت الطريقه؟ دي علشان تعور رمضان. هتبقى بتنزف مسكينه ونصومها شهر. ونصومها 6 ايام نموتها. عملية صعبة الله يكون في عون الستات بتوع زمان دول. ها؟ احنا بنتكلم الصيام، الصيام حاجة وأحكام الصلاة حاجة. في نوع دي المعتادة اللي هي ناسية عادتها قدرا ووقتا. دي في الصورة دي اللي ناسية عادتها قدرا ووقتا، اللي هي ليها أحكام الحد في إيه؟ في أحكام والمستحاضة في أحكام. إنما التانيين سهلة، اللي بترد لعاداتها خلاص مش هتصوم فترة عاديتها. اللي مميزه مش هتصوم فتره القول، خلاص انتهى وتصوم في الايام الثانيه، دي سهله. احنا بنتكلم هي المشكله كلها في اللي ناسي عادتها ايه قدرا ووقتا.
المبتدأ، ما احنا قلناها المبتدأ خلاص، ما ينفي عادتها. ما خلاص، طالما كل ده في حدود ال 15 يوم يبقى ايه، هنمشي مع ما ينقطع، واخد بالك ازاي؟ ما لهاش عاده مستقره تبقى مش معتاده، ما لهاش عاده مستقره تبقى مش معتاده. نبتدي نسالها، الدم على صفه واحده ولا مش على صفه واحده؟ مميزه يعني ولا غير مميزه؟ نرجع للقصه الاولانيه، ان كانت مميزه ترد للتمييز، ان كانت غير مميزه ونسي عادتها قدرا واكثر يبقى حائض احيانا ومستحاضه احيانا، نسي عادتها قدرا بس يبقى نعمل كذا، وقتا بس نعمل كذا. سهله سهله خلاص. نقرا بقى. ها، قدرا واكثر، ما تقراش القران لحد ما تتعالج، واخد بالك؟ ولا حتى من غير مصحف، لان هي لها حكم الحائض. ده حتى لما تيجي تصلي تقرا الفاتحه بس، ما تقراش السوره، لان الفاتحه للضروره والسوره دي سنه ما تعملهاش. لو حافظها القران بعد القران اجاز حتى لا تنساه، يبقى بتقراه مش تعبده، بتقراه حتى لا تنساه مش تعبده، يعني ممنوع من قراءه القران تعبدا. معلش، يبقى تدريس، دراسه بقى، ثقافه. ما المستشرقين بيقعدوا يقروا القران ويدرسوه، بياخدوا يعني ثواب عليه، وياخدوا الثواب عليه. يبقى بتقراه دراسه مش تعبدا. احنا بنتكلم على القراءه تعبدا، انها تتعبد بقراءه ورد يومي من القران يوميا، فتمنع منه لان هي حائض في ايه، في احكام ومستحاضه في احكام. نقرا كلام الشيخ بقى. انا لخصت لك الحكايه دي وانا كنت كاتبها كده في ورقه زمان، ايام ما كنت بشرح الفقه ده من حوالي يمكن 8 9 سنين كده، سنه 1421 في المنيل، وبعدين لخصتها لهم، فممكن ابقى اصورها لهم. نيجي نقرا بقى كلام الشيخ هنا، عايزين نخلص النهارده دي وبعدين بعد كده نسال تاني. اه، تقول ده المستحاضه اللي هي زاد دمها عن 15 يوم وانقطع بعد كده، سهل. وهي هتغسل مكان الدم اللي هي بنقول عليها مش هتغتسل، ما احنا قلنا الفتره اللي هي فيها حائض بيقين هتمتنع، طاهر بيقين مش هتغتسل لكل صلاه، لكن هتتوضى لكل صلاه، هتغسل مكان الدم وتتوضى وتتحفظ. والفتره اللي هي يعني لا هي طاهر بيقين ولا هي حائض بيقين هتغتسل لكل صلاه، سهلة بس. لكن في أي حال طالما قلنا لها تصلي لازم هتغسل مكان الدم وتتحفظ، ويبقى بعد دخول الوقت، سواء بقى يسبقه وضوء في الفترة اللي هي طاهر بيقين، أو هيتبعه يعني يتبعه وضوء، ولا هيتبعه غسل في الفترة اللي هي إيه محتملة، هنشوف كلام الشيخ. قوله وأكثره 15 يوما، أي وإن لم تتصل الدماء، على القول بالسحب يعني. وقول بلياليها، أي مع لياليها، سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت، يعني جات لها الحيض في النهار يبقى تقدم النهار على الليل، جات لها الحيض في الليل يبقى تقدم الليل على النهار، جات لها في نص الليلة يبقى نلفقها مع نص ليلة ثانية، أدي معنى. فإن زاد عليها، زاد عن 15 يوما، فهو استحاضة، أي ذلك الزائد دم استحاضة. وتسمى المرأة التي زاد دمها على 15 يوما مستحاضة، وصورها سبعة، لأنها إما مبتدأة مميزة أو مبتدأة غير مميزة، وإما معتادة مميزة أو معتادة غير مميزة، ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا، أو ناسية لها قدرا ووقتا، أو ذاكرة للقدر دون الوقت، أو ذاكرة للوقت دون القدر، بالعكس يعني، يبقى السبع أنواع. وتسمى الناسية لعادتها قدرا ووقتا، أو قدرا لا وقتا، أو بالعكس المتحيرة، يبقى المتحيرة ثلاث أصناف. ناسية عادتها قدرا ووقتا، قلنا قدرا يعني عدد الأيام، ووقتا يعني بدأها. يبقى قدرا يعني عدد الأيام، ووقتا يعني بداية العادة.
اول الشهر نص الشهر دي عارفاها، يبقى دي وقتا. يبقى ناسي عادتها قدرا ووقتا، او ناسي عادتها قدرا فقط او وقتا فقط. التلات انواع دول يسموها المتحيره او المحيره او المحيره. المتحيره لتحيرها في امرها، والمحيره بصيغه اسم الفاعل لانها حيرت الفقيه في امرها، وبصيغه اسم المفعول لان الفقيه حيرها في امرها. يا اما الفقيه هيحيرها يقول لها اصل انت حائض يا بنتي في احكام ومستحاضه في احكام، يعني انت حائض ومستحاضه في وقت واحد. وقت واحد؟ ايوه في وقت واحد. يجي عليك الصلاه خش اغتسل وصلي، وزوجك ما يقربكيش وما تمكثيش في المسجد وما تقريش قران. فهمت ازاي؟ ويجي عليك رمضان صوم الشهر كله، ويبقى كده صمت 28 يوم بس. وبعدين صومي ثلاث ايام اولانيه من 18 يوم والثلاثه الاخرين من 18 يوم، عشان يبقى كده عوضت شهر رمضان. فحيرها الفقيه. الصوره الاولى هي المبتدأة، اي اول ما ابتدأها الدم المميزه. مبتدأة اول ما ابتدأها الدم بس مميزه. وهي التي، تعريف المميزه ايه؟ وهي التي ترى قويا وضعيفا كالاسود والاحمر، فالضعيف وان طال استحاضه والقوي حيض، بشرط. بشرط ايه؟ الا ينقص القوي عن اقل الحيض، عن يوم وليله. والا يزيد عن اكثره، عن 15 يوم. كويس؟ الا يعبر اكثره. والشرط في الضعيف الا ينقص عن 15 يوما اللي هو اقل الطهر. وأن يكون ولاء متصل في الضعيف، بأن يكون 15 يوما فأكثر متصلة. فإن نقص القوي عن أقل الحيض أو عبر أكثره، أو نقص الضعيف عن أقل الطهر، أو لم يكن ولاء يعني اتصال، كما لو رأت يوما أسود ويوما أحور وهكذا، فهي فاقدة شرط من شروط التمييز، ويبقى في الحالة دي غير مميز. وحياتي حكمها. الصورة الثانية وهي المبتدأة، أي أول ما ابتدأها الدم كما تقدم، غير المميزة، وهي التي تراه بصفة واحدة ومثلها المميزة اللي بتراه بصفات مختلفة لكن ما فيهاش شروط التمييز. تيجي تسأل القوي تلاقيه أقل من يوم وليلة، أو تلاقيه أزيد من 15 يوم، تسأل على الضعيف تلاقيه أقل من 15 يوم أو أزيد من 15 يوم لكن غير متصل. يبقى دي برضه نردها تبقى غير مميزة. فالصورة الثانية اللي هي المبتدأة غير المميزة، نقول لها أول يوم وليلة من رؤية الدم اعتبريه حيض والباقي استحاضة. يبقى نردها لأقل الحيض يوم وليلة. فحيضها يوم وليلة وطهرها 29 إن عرفت وقت ابتداء الدم. طب ما تعرفش حيضها وقتا. فهمت إزاي؟ يبقى هتترد للنوع المتحيرة بقى الثاني اللي هي ناسي عادتها وقتا. الصورة الثالثة هي المعتادة، وهي التي سبق لها حيض وطهر. المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا كما تقدم بالشروط القوي والضعيف، فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالف له. يبقى هنحكم بالتمييز لا العادة الأصلية بتاعتها طالما هي توفر فيها شروط التمييز، إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. إن لم يتخلل بينهما فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة. إن لم يتخلل بينهما يعني بين الدم اللي فيه تمييز وبين فترة عادتها أقل الطهر. فلو كانت عادتها 5 من أول الشهر وبقيته طهر، فلما نزل عليها الدم واستمر رأت 10 أسود من أول الشهر وبقيته أحمر، كان حيضها العشرة للخمسة فقط، لأن التمييز أقوى من العادة، لأنه علامة في الدم، وهي اللي هي العادة علامة في صاحبته. فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز، يعني إيه غير مخالفة للتمييز؟ عشان أحكم بعادتها وبتمييزها في نفس الوقت. كما لو كانت عادتها 5 أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك، قالت أنا برا القوي 5 ايام، وانا عادتي كانت 5 ايام بس بقيت للشهر بشوفه الدم بعد كده بصفه ثانيه، يبقى خلاص هنا هنحكم بالعاده والتمييز لانه الاثنين انطبقوا على بعض. فجاء التمييز كذلك حكم لها بهما معا،
طب ولو تخلل بينهما أقل طهر، كأن رأت بعد خمستها 20 ضعيفا، 20 ضعيف ثم 5 قويا ثم ضعيفا، فقدر العادة حيض للعادة، وقدر التمييز حيض آخر للتمييز. يعني هي شافت الدم 5 أيام قوي، وبعد كده ضعيف، وبعد كده شافت الدم تاني قوي، بس القوي ده قعد اكتر من 5 أيام اللي هي قعدتها في المرة التانية، وبعدين الضعيف استمر 15 يوم، يبقى حكم لها في الدورة الاولانية دي بالتمييز مع العادة، وفي التانية بالتمييز فقط، طالما تخلله 15 يوما ايه ضعيف اللي هو الطهر. ويبقى هنقول ان في حيض حكمنا فيه بالتمييز، وحيضة تانية حكمنا فيها بالعادة مع التمييز. سهلة؟ يوجع دماغك وفي الاخر مش هتقابلك الصور دي، لكن انا عايز اقراها لك علشان تعرف. ده في كتاب من كتب الفقه مذكور فيه حكم المتحيرة في 200 صفحة من كتب الفقه الشافعية، مكتوب في حكم المتحيرة في 200 صفحة، وعمل لهم جداول وشغلانة كبيرة علشان تعرف، عامل جميع الاحتمالات التي يعني تتصورها ولا تتصورها في المتحيرة، وعمل لها حلول علشان هي تشوف نفسها هتبقى تبع أنهي خانة وتنفذ، تصوم ازاي وتنقضي عدتها ازاي، واذا طلقت تبقى ايه، واذا شغلانة يعني عايل لها كل الاحكام في كل صورة. فده يبين لك ان الفقهاء يعني فقهاء المسلمين يعني بذلوا جهد كبير عشان يجدوا حل لأمور لم يكن لها حل في عصور. إنما الوقت الحمد لله الست على طول يشيلوا لها الرحم ومع السلامة، وتبقى طهرة طول الشهر ومع وتحلت مشكلتها. الصورة الرابعة هي المعتادة بأن سبق لها حيض وطهر كما مر، غير المميزة، معتادة ولكن غير مميزة، بتراها على صفة واحدة أو فقدت شروط التمييز. دي نردها لعادتها، لأنها عارفة عادتها قدرا ووقتا. عارفة عادتها قدرا ووقتا، بتيجي أول الشهر وبتقعد 5 أيام وهي غير مميزة، نقول لها الحمد لله أنت كده ريحتيني. أول كل شهر اقعدي 5 أيام حيض، وبعدين اغتسلي، وبعد كده ابقي توضي لكل صلاة وتمشي مستحاضة. حلتها دي مشكلتها سهلة محلولة. وهي المعتادة بأن سبق لها حيض وطهر كما مر، غير المميزة بأن ترى بصفة كما مر أيضا الذاكرة لعادتها قدرا ووقتا، فترد إليها قدرا ووقتا، ترد لعادتها قدرا ووقتا، وقتا يعني ابتداء، وقدرا يعني عدد الأيام. فلو حضت في شهر 5 أيام من أوله مثلا، ثم استحيضت فحيضها والخمسة من أول الشهر، وطهرها بقية الشهر عملا بعادتها، وإن لم تتكرر، لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف، فإن اختلفت فلا تثبت بمرة. الصورة الخامسة هي المعتادة غير المميزة الناسية لعادتها قدرا ووقتا، اللي هي النوع الأولاني أصعبهم، ناسي عادتها قدرا ووقتا، بأن سبق لها حيض وطهر ولم تعلم عادتها قدرا، يعني عدد أيامها إيه ناسية، ووقتا ما تعرفش بتجي لها أول الشهر نص الشهر مش عارف، فهي كحائض في أحكام كحرمة التمتع بها والقراءة في غير الصلاة احتياطا، لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الحيض، وكطاهر في أحكام كالصلاة والصوم احتياطا، لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الطهر، وتغتسل لكل فرض في وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ إن جهلت وقت انقطاع الدم، فإن علمته كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب بس، فلا يلزمها الغسل إلا عند الغروب، وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه، وتصوم رمضان كامل ثم شهرا كاملا، هتصوم رمضان كله وشهر كامل، رمضان كله اللي صامته ده هيروخ ليها منه 14 يوم، وشهر كامل بعديه يروخ ليها منه 14 يوم، يبقى كده 28 يوم، 14 يوم بيقين انها طاهر فيه مش كده برضه،
ليه 14 يوم بيقين؟ علشان النص الاولاني احتمال حضها يوم وليله، ويبقى في 15 يوم طه، لا و15 يوم طه، واحتمال ان ال15 يوم دي كلها حيض وجالها، وبعد كده 15 يوم التانيين طهر او في الوسط. فلو صامت شهر كامل يروق لها بيقين 14 يوم طهر بيقين، عشان ممكن ناخد الواحد ده من نص الشهر او من اي حتة اللي هو اقل الحيض، فيبقى هيروق لها بيقين 14 يوم بس. تصوم الشهر اللي بعده يبقى بيقين هي صامت 14 يوم وهي طاهر بيقين، لكن احنا مش عارفين ال 14 يوم في اي حتة. يبقى لما تصوم شهر رمضان وشهر بعديه يبقى صامت 28 يوم. وبعد كده فيبقى عليها يومان لاحتمال ان يطرأ عليها الحيض في اثناء اليوم الاول. ليه يبقى عليها يومان؟ لان احتمال ان في اثناء اليوم الاول جالها الحيض في الظهر، يبقى الصيام اليوم ده ما ينفعش. او قبل غروب الشمس يبقى ما ينفعش، مش كده برضو؟ الاحتمال ان يطرأ علي الحيض في اثناء اليوم الاول مع احتمال كونها تحيض اكثر الحيض، فيرتفع على هذا الاحتمال يوم السادس عشر. يبقى السادس عشر ارتفع، فيصح لها 14 من كل من الشهرين بثمانية وعشرين يوما، فيبقى عليها يومان فتصوم لهما من 18، ثلاثة اولها وثلاثة اخرها فيحصلان. يعني اليوم الاول والثاني والثالث من 18 يوم، واليوم الستاشر والسبعتاشر والثمانتاشر من 18 يوم، علشان تبقى باستمرار تطرح بينهم تلاقي 15 يوم طهر. فهمت؟ باستمرار كده يبقى هي صامت بالتأكيد يوم واحد طاهر هنا ويوم واحد طاهر هنا. فهمت القصة بتاعتها؟ ما احنا هنصومها 30 لانها ناسي عادتها قدرا واكثر، ففي كل يوم تحتمل انها طاهر وتحتمل انها حائض. ما احنا مش عارفينه. ما احنا قلنا ان هنا اللي هنتيقنه طول الشهر بيقين انها طاهر هم 14 يوم بس. طب ما هي ممكن تبقى هي اقصى حيض، يعرفني. احتمال هي تبقى اقصى حيض، واحتمال تبقى اقل حيض، واحتمال تبقى بينهم 15 يوم. كويس؟ فنقول اقصى حيض 15 يوم، يتبقى لنا 15 تانيين من الشهر. واخد بالك؟ هتصومهم ال 15 التانيين، احتمال في ال 15 التانيين تكون هي مش اقصى حيض، تكون بناخد منهم يوم حيض بس، يبقى هيروق ليها 14 يوم بيقين من هنا او من هنا. فهمت قصتهم؟ لان هي بيقين بيقين، مش عارفين اليقين ان هي من 30 يوم لازم يكون فيهم 14 يوم طهر. ما مش عارفين في اي يبتدوا امتى، مش عارفينهم، لان هي ناسي عادتها قدرا ووقتا، بدايتها وكميتها وايامها. فهمت ازاي؟ في الشهر ده وتصوم الشهر بعد 14 يوم 8، يبقى لها يومين. نجيب بقى 18 يوم، ناخد الثلاث ايام الاولانيين تصومهم والثلاث ايام الاخرانيين من 18 تصومهم، عشان لما تطرح المسافه بين الاول اليوم الاول ده، واخد بالك ازاي؟ الاول ده احتمال تكون صامته لكن حيضها انقطع في اثناء النهار، يبقى صيامها ما يشبعش. يبقى الثاني ده اللي اكيد يصح، والثاني ده يبقى طاهر، بس احتمال ان يكون حيضها يومين، يبقى الاول والثاني مش نافع، واحتمال انه ينقطع، يبقى الثالث ده اكيد. واخد بالك ازاي؟ فلما تصوم الثلاثه وتجيب ثلاثه تانيين وتخلي بينهم باستمرار 15 يوم، يبقى اكيد جابت يوم من هنا ويوم من هنا. شفت ذكاء الفقيه بقى؟ فهمت ازاي عشان يحل لها المشكله؟ ها؟ هي على فكره دي ليها خمس حلول عند الشافعيه، ده احدهم واسهلهم. ده في حاجات ثانيه تخلي مخك يلف، لو كمبيوتر هيضرب، بس هو الشيخ البيجوري جاب لك حل سهل. ده ليها حلول كثيرة جدا عشان ازاي تصوم 30 يوم بالظبط بطهر بيقين. ليها حلول كثيرة قوي. أنا زمان حوالي 15 سنة قعدت ألخصهم في كراس وضاع مني. اللي هي الحلول المختلفة.
واخد بالك، وفي الاخر ايه، لقينا ان دي سهله وخلاص، والحمد لله ما بتقابلناش الست دي خلاص. الست دي تلاقيها في المتحف، لكن ما تلاقيهاش دلوقتي في زماننا ده، مش هتلاقيها. شوف اكتب 1 2 3 4 5 6 لحد 18، واعمل دواير على الثلاث ايام الاولانيين هتصومهم دول، ودواير على الثلاث ايام الاخرانيين اللي هو 16 و17 و18، واخد بالك؟ هتصوم الثلاث ايام الاولانيين دول والثلاث ايام الاخرانيين دول، وابتدي ادي احتمالات مع كل يوم ان حيضها اقل يوم وليله واكثره 15 يوم. هتجد ان في جميع الاحتمالات ان لما تصوم الثلاثه دول مع الثلاثه دول اكيد هتصيب واحد في دول وهتصيب واحد في دول. طه ما هي صامت شهرين فصامت منهم 28 يوم، باقي يومين بقى، فبتعوض بقى اليومين الباقيين عشان تكمل شهر، فاهم؟ فلما تيجي ترسمها قدامك كده وتعمل جميع الاحتمالات وتحط خط كده وخط كده وبتاع بجميع الاحتمالات، هتجد ان هي لما هتصوم ثلاثه الاولانيين من 18 والثلاثه الاخرين من 18، وتحتمل ان هي اقصى مده الحيض 15 او اقل مده الحيض يوم وليله او ما بينهما بجميع الاحتمالات، هتجد ان اكيد في يوم من الثلاثه الاولانيين هتبقى طاهر ويوم من الثلاثه الاخرين هتبقى طاهر. فهمت ازاي؟ على اعتبار انه جه في اول يوم او قبل الغروب او بعد الغروب، قعد يوم بليله بس، قعد ثلاث ايام بس، لازم ايه؟ لازم تحصر بينهما 15 يوما اقل طهر. وعلشان كده هو قال لك 18 يوم ليه؟ عشان اما تاخد ثلاثه من هنا او ثلاثه من الاخر يتبقى لك 15 يوم اقل طهر. فهمت ازاي؟ ادي السبب انه قال لك 18 يوم. ده كويس ان الكراسه ضاعت مني، عارف لو كانت معايا كنت قعدت فيها بقى معاكم كده وجبنا سبوره وروحنا احنا كلنا مش فاهمين حاجه في الاخر. فالحمد لله انها ضاعت، يعني بره ربنا ستر. ها؟ أه؟ ايه؟ خلاص مش مشكله، ما تفهمهاش. لو قعدت في البيت كده وقعدت اطمئننا كده وتدي الاحتمالات الرياضيه هتلاقيها مشيت كده سهل. اصل لازم تجمع ان اقل الحيض يوم وليله واقل الطهر 15 يوم واكثر الحيض 15 يوم، واخد بالك ازاي؟ ولا حد لاكثر الطهر. وحط القواعد دي كلها بقى وحل المشكله، خليها تصوم 30 يوم بطهر بيقين وهي بتشوف الدم طول الشهر، حل بقى المشكله. فهمت ازاي؟ هو عايز يقول لك كده، اعمل القواعد دي كلها وصومها بقى 30 يوم بيقين، هي دي المشكله. الصوره السابعه هي الذاكره لعادتها وقتا لا قدرا، ولا احنا فين؟ لا، الصورة السادسة. الصورة السادسة هي الذاكرة لعادتها قدرا لا وقتا، يعني عارفة كم يوم لكن بتبتدي امتى ما تعرفش. كان تقول كان حيضي 5 في 10 الاول من الشهر، كان بيجي لي الحيض 5 ايام في 10 ايام الاول من الشهر، بس امتى 5 ايام دول؟ مش فاكر، لا اعلم ابتداءها، واعلم اني في اليوم الاول طاهره بيقين، عشان خبرتها ان مع اهلال كل رمضان كانت بتصوم. مع اهلال كل رمضان، اول يوم رمضان دي متعوده تصومه على طول، بعد كده بقى ما تعرفش حد هيجي امتى. واعلم اني في اليوم الاول طاهره بيقين، فالسادس وهي بتقعد 5 ايام، يبقى السادس حيض بيقين. طالما هي طاهره في اليوم الاول بيقين، يبقى عد 5 بعد الاول، يبقى السادس ده اكيد 5 يوم في الحيض بيقين، مش كده برضو؟ فالسادس حيض بيقين والاول طهر بيقين كالعشرين الاخيرين. والعشرين الاخيرين اللي هي متأكدة ان بيجي لها 5 في 10 الاول وبقيت الشهر طاهر، والعشرين الاخيرة من الشهر طاهر بيقين. طيب والباقيين اللي بينهم محتمل ومحتمل، مستحاضة زي ايه؟ زي اللي ناسي عادتها قدرا ووقتا. يبقى في الفترة البسيطة دي بس هتغتسل لكل صلاة، والفترة اللي هي حائض بيقين هتمتنع، والفترة اللي هي مستحاضة بيقين طاهر بيقين ليها حكم المستحاضة. سهلة؟ فترة الحيض بيقين اللي هي بعد اليوم الأول، واخد بالك ازاي؟ الى اليوم السادس.
فالثالث حيض بيقين، والأول طهر بيقين كالعشرين الأخرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع، والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع. ما احنا بنلعب كلنا في العشر الأول، ما هو بيجي لها في الخمسة في العشر الأول، بس هي عارفة إن الأولاني أكيد بتبقى طهر، فيبقى الثالث أكيد حائض. واقعد العب بقى أنت، هات لي خمسة كده حائض بيقين أو طاهر بيقين بجميع الاحتمالات في الوسط في العشرة الأولى بس، والعشرين التانيين دي طاهر بيقين. فهمت المسألة؟ هتلاقي إن اللي حائض فيه بيقين 100% هو السادس، والباقي يا إما تاخد قبليه يا إما تاخد بعديه، يا تاخد قبليه أربعة واخد بالك، يا تاخد بعديه أربعة، يا تخليه هو بقى في الوسط. فلليقين من حيض وطهر حكمه، الحائض بيقين ليه حكمه هتمتنع خلاص، والطاهر بيقين هتاخد حكم المستحاضة، تتوضى لكل صلاة وتغسل الدم ومفيش غسل لان هي طاهر، وهي في المحتمل كناسية، واللي محتمل بقى الفترة المحتملة اللي هي في وسط العشرة دول كناسية لهما، يبقى هتغتسل ليها حكم النسيه لهما، يبقى ايه؟ حائض في احكام وطاهر في احكام وتغتسل لكل صف. سهل؟ ومعلوم انه لا يلزمها الغسل الا عند احتمال الانقطاع، ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه، وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه. يبقى بتغتسل بس في الفتره اللي تحتمل فيها الانقطاع بس. يعني من السابع للعاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع، يبقى من السابع للعاشر هتغتسل فيه يقينا. فهمت ازاي؟ من السابع للعاشر، لكن من الثاني لاخر الخامس محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع، واخد بالك؟ فيبقى في الحاله دي هتغتسل لكل صلاه. لان هي اكيد حائض في الفتره دي، يعني اكيد هتبقى حائط الفتره دي بس مش قادر يبتدي بدايتها. الصوره السابعه، وهي الذاكره لعادتها وقتا لا قدرا، كان تقول كان حيضي يبتدئني اول الشهر ولا اعلم قدره، هنقول لها فيوم وليله من اول الشهر منه حيض بيقين، ونصف الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع، فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في المحتمل كناسية لهما كما مر في التي قبلها، هتغتسل لكل صلاة سهل اللي هي الفترة دي. وغالبه يعني غالب الحيض بقى، يبقى أقل الحيض يوم وليلة بشرط الاتصال، وأقصى 15 يوما فإن زاد استحاضة بأنواع النساء السبعة، وغالب الحيض عند النساء ستة أو سبعة أيام. فلو حاضت امرأة خمسة أيام أو ثلاثة أو ثمانية أو عشرة مثلا، لم يكن من الأقل ولا من الأكثر ولا من الأغلب كما قرره بعضهم، والمعتمد في ذلك الاستقراء. يعني المعتمد في الحيض إيه؟ الاستقراء. نسأل الستات كده والدايات ودكاترة النساء والتوليد ايه اخبار الحيض في النساء اللي انتوا بتتعاملوا معاهم بقالكم سنوات طويلة، ونشوف مراكز النساء والتوليد وعندهم كده تسجيل للنساء والحاجات دي كلها، يقولوا لنا هم اللي هيقولوا لنا، هي الاستقراء مش الشرع. ولكن في دليل اشاري ان اقصى حيض 15 يوم، اشاري ولكن مش نص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل على نقصات عقل ودين قال ايه؟ تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي، شطر دهرها لا تصلي، شطر دهرها يعني نصف دهرها، يعني نص الشهر بتصلي ونص ما بتصليش، يعني اقصى مده الحيض 15. يبقى الحديث ده فيه اشاره بس باقصى مده حيض، لكن ما يعتمدش عليه لوحده لانه لم ياتي في بابه، لم ياتي في باب اقصى مده الحيض،
ده جاء في باب آخر بيان سبب نقص إيد نهم. فهمت المسألة بقى؟ فاستدلوا منه بالإشارة، ووجدوا أن إشارة هذا الحديث وافقت الاستقراء، فاطمأن قلب الفقيه. لما سألوا في الاستقراء وجدوا أن فعلا أكثر مدة حيض في النساء كثيرات 15 يوم، مع الحديث ده بالإشارة بتاعته دي استقر واطمأن قلب الفقيه على أنه 15 يوم. الفقيه الشافعي، لكن الفقيه الحنفي عنده أكثر مدة حيض 10 أيام، عند الأحناف كده أكثر مدة حيض 10 أيام، فما زاد يبقى استحاض بالاستقراء عندهم في العراق على حسب نساء زمن. لكن الفقيه الشافعي، الإمام الشافعي لف، راح اليمن وراح العراق وجا مصر وسأل ناس كتير، فلف أكثر. الإمام أبو حنيفة ما سابش العراق، واخد بالك؟ بالإضافة لأنه لما استقر عنده مع إشارة الحديث تنقص شطرة ودهرها، فاطمأن قلب الفقيه إنه يقول أقصى مدة حيض 15، وهو مستريح بقى. سأل النساء قالوا أقصى حيض 15، وحديث النبي يقول تنقص شطرة دهرها لا تصلي. فهمت المسألة بقى؟ فالاثنين مع بعض دول، لكن الدليل الأصلي هو الاستقراء، أي المعول عليه في كون الأقل كذا والأكثر كذا والغالب كذا التتبع والفحص من الإمام الشافعي رضي الله عنه لنساء العرب، ومعلوم أنه لم يتتبع نساء العالمين حتى يكون استقراء تاما، بل ولا نساء زمانه كلهن، بل تتبع بعضهن حتى غلب على ظنه عموم الحكم، فهو استقراء ناقص، وهو إنما يفيد الظن، فهو دليل ظني بخلاف الاستقراء التام. كما لو تتبعنا أفراد الحيوان كلها فوجدناه يموت، فإنه يفيد القطع، فهو دليل قطعي. وبهذا ظهر لك ما في كلام المحشي تبعا للقليوبي من كون ما هنا استقراء تاما فهو سبق قلم، كما هو ظاهر لمن له إلمام بفن المنطق. يبقى استقراء الإمام الشافعي استقراء ظني، لأنه سأل على نساء العرب، ما سألش على نساء العالمين ولا حتى نساء عصره كلهم، فيبقى ده استقراء ناقص، لكن يكفيه أنه يحدث ظن عند الفقيه بتحديد حكم المسألة. فهمت المسألة؟ وأقل النفاس ناقص عليه إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. أذن خلاص. Thank you.